السلام عليكم. تحياتي اخوتي اخواتي جميع المتابعين والمتابعات. اليوم لي ادي لكم واحد الخدمه جديده ان شاء الله، ديكورات زوينين خفاف في هذه المنطقه ديال الجولف شمس المدينه، مدينه بن سليمان. لا بلافو سامبل درنا ليه، كاين مازال قال بغينا شي حاجه اخرى كذا نزيد المزيد دقيق. المهم انا منظر زوين صراحه. هذا هو كان كله، هنا المنطقه كانت جولف، دابا تبارك الله ولات كلها تجزئه اكثر من النص ديالها، اللهم بارك. المهم نشارك معكم اليوم هادشي الخدمة ديالنا ان شاء الله، نطلب الله تعجبكم. هذا النص ديال الكراج فيه تقريبا هنا 70 متر. بسم الله ها السقف نوصلو ليه تا هو ان شاء الله. هادي فريميجا فيها غير طالوش، هادي وكليسا يكون هنايا بحال داك ديال لاكيس، درنا ليه هاد الديكور هذا كيما قلت لكم. هادي هي الفريميجا جات هنا غير طالوش، وهذا هو الديكور هنايا. هذا دورة كبيرة، واحد جوج ثلاثة، فيها ثلاثة دورات، سيركلات كبار. كاين اللي دورنا على 2 متر و62 دورة الكبيرة. المهم نشارك معكم ونطلب الله ينال الإعجاب ديالكم. تبارك الله تريسيان داز غير باقا الفينيسيون من بعد، باقي التابلون بيت وجليجي. هذا الكارو هذا قالك قسمنا على ثلاثة، حقاش هذيك الجهة غتكون هي الكوزينة تحت من الدروشة ليها الوسط هادي، وهنايا غيكون قالك الكونطوار هاد الجهة هادي. المهم تبارك الله راه تريسيان جا سي الخدمة ديالو داكشي. المهم داكشي ضو شعلو غير مكنتش حاضر باش نس باش نصون فيلميهم. هاد الدورة هادي ان شاء الله غنحط لكم حتى الصورة ديالها غتعجبكم في الديكور، لان ملي غتشعل لي سبوت والنية وداكشي شي حاجة نضا. هاد الدروج غنطلعو السدة هنا تاني، درنا غير ليزار ليزار بالنيو ديالو، راه فيه سبوت وطالوش. ولي هداك الكارو تا هو لا ميم شوز، تا هو درنا داك الشكل ديال المعين مكعب ولا شنو تسمو معين. هنا معين في معين، المستطيل قسمنا على جوج ودرنا لي معين في معين. عشان ما كتشوفوا الطالوش تشوف فيه وجهك يعني تيبري بري. هذا باقي لا صباغه لا والو، واش الله العظيم الا باقي لا صباغه لا والو كضرب فيه الخيال دابا كيبان لك فيه الوجه ديالك بحال تقول مرايه. تحياتي لكاع الناس اللي تتوقف معايا وتقول في كلمه زينه تتعاوني وتتشجعنا وتعطينا الكوراج. هنا درنا لي نيو هنايا ودرنا النيو من الداخل عاوتاني. هادو هما سبوت. للاسف ما كرهتش كون شاعل كون صاوب فيلم ميت هادشي هو شاعل. اللهم بارك. تخيل هادشي دابا تفينا وتصلاح وكلشي تقبص كلشي تجلج وصبا وداز حب العود نجارة داز الالومنيوم كلشي تفيكسا كلشي تقاد وجي نفيلمي ليكم ان شاء الله هادشي. تبارك الله هادي غتكون محل ديال الماكلة، عندو هاد الباب اللي هنايا وعندو الباب هاد الجهة، يعني عندو جوج جهات. هادشي غير قديم كان محطوط هنايا دابا تحيد تاهو غيتلاح. خصوصا مع هنا الجو زوين، هنا زريدة قدامك، الحي باقي جديد يلاه خد صلاح.
كاين ما يدير صراحة. هنايا حتى هاد السيد هذا ان شاء الله بغا يدير قهوة، ميعادونا قريبا توا غنبداو ليه لا شاء الله فيه، عطانا الكلمة وعطيناه الكلمة، باقي غير الوفاء بالوعد. هنا كاين الوكالة الحضرية برشيد بن سليمان، هنا لي فارماسي موجودين، دروكريات موجودين، قهاوي موجودين، المخبازات موجودين، اي حاجة بغيتيها موجود. مسجد تبارك الله راه مكيبان ليكم الشيء، تبارك الله ها هو هذا غير تسمى مسجد الشمس المدينة ان شاء الله. الله يسهل على اللي عاون فيه وبنى فيه ودار فيه الخير. تبارك الله كبير ما شاء الله، قريب تا هو يتسالى الخدمة ديالو. يلا تحياتي لكم خوتي اخواتاتي، ما تنسوش تابوناو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونفس الوقيته يعني لايكات تعاليق ديالكم، ولا عندكم شي اسئله واستفسارات على المكان وشحال الثمن ديال هنا، انا معكم على الثمن ديال الارض، على الثمن ديال لي زابارتمون كحلين بيضين، واش كاين في الكرا، واش كاين هادي، انا معكم في اي حاجه. انا خدامين ورا الاشاره ديال اي واحد عنده سؤال على هاد المنطقة هادي نقدر نجاوبو عليه. السلام عليكم، كوراج.